من تونس ينضم إلينا المحلل السياسي حافظ الغريبي. مساء الخير أستاذ حافظ، أهلا بك. إذا ما هي تهديدات وحقيقة هذه التهديدات بفض التحالف ما بين حركة النهضة ويوسف الشاهد، ولماذا تهدد النهضة بهذا في هذا الوقت بالذات، علما أن الشاهد كان يعني منذ الأول هو المرشح الأول لأن يكون لهذا رئيسا لهذا الحزب الجديد؟ تحية تونس. شكرا، مساء الخير. أولا دعني أوضح أن هذا الحزب الذي تشكل كحزام ليوسف الشاهد انطلاقا من كتلة برلمانية من نواب نداء تونس ومن نواب آخرين انشقوا عن أحزابهم الرئيسية وقاموا بصنع تكتل جديد مثل حزاما سياسيا، ومنه تم تحول ذلك الحزام إلى حركة سياسية داخل الجهات تحولت بدورها شأن فشأن إلى مشروع حزب، فحزب تم تأسيسه. ومنذ أن تم توزيع أصول الاشتراك في ذلك الحزب أو بطاقات الانخراط، أعلن آنذاك الأمين العام للحزب أن بطاقة الانخراط رقم واحد سوف تمنح ليوسف الشاهد رئيس الحكومة، وبالتالي كان ذلك معلوما أن يكون يوسف الشاهد رئيسا لذلك الحزب. ضف إلى ذلك أن العديد من وزراء يوسف الشاهد انخرطوا في الحزب منذ باكرا وشاركوا في الانتخابات وأضحوا أعضاء في لجنته المركزية. إذن المشهد كان واضحا للعيان منذ اليوم الأول. لكن ماذا تغير؟ الذي تغير هو أن يوسف الشاهد بقبوله منصب رئيس الحزب كان في نفس الوقت قد تسربت العديد من المعلومات عن نيته الترشح للرئاسية، وبالتالي أضحت حركة النهضة، لا حركة النهضة فقط بل وكذلك شركاء يوسف الشاهد في الحكم الذي هما حركة مشروع تونس وربما بعض الأطراف الأخرى، قلقون عن طبيعة المسار الانتخابي في المدة القادمة، زد لأن ذلك من شأنه أن يخلق العديد من الإشكالات خوفا من استغلال يوسف الشاهد ومن معه مقدرات الدولة للانتخابات القادمة، لأنهم يحتكمون لا فقط على السلطة المركزية بل كذلك على السلطة الجهوية وحتى الإدارة التونسية. العديد من مسؤوليها انخرطوا في حزب يوسف الشاهد، ربما تقربا ربما البحث عن غطاء لا ندري الإجابة، ربما أصولية وربما زاد عن قناعة حزبية. لكن مهما يكون أضحت هذه الأطراف السياسية المشاركة في الائتلاف الحاكم ترى أن يوسف الشاهد سيستغل تلك المقدرات لصالحه الخاص، وبالتالي ينعدم التوازن السياسي في الانتخابات القادمة. نعم. وتنعدم المنافسة النزيهة. هل تسألني ماذا سيحدث بعد ذلك؟ ماذا سيحدث خصوصا وأنه في هذه الحالة أنت تقول أنه هذه الأحزاب تحمل يوسف الشاهد، بمعنى أنه خرق العرف السياسي في تونس بأن لا يكون رئيس الحكومة هو المرشح للرئاسية، لكن أليس هذا وقت مبكر للحديث عن سيناريوهات كهذه؟ خصوصا في ظل الوضعية التي تشهدها البلاد. الذي لم يقل هو أن الذي لم يقل هو أن يوسف الشاهد تعهد لحلفائه أنه لن يتقدم خطوة في أي برنامج سياسي إلا بعد أن يعلمهم بذلك، وبالتالي كانوا مقتنعين أنه سيقود الحكومة إلى حدود الانتخابات القادمة ومن بعدها يتقرر ما سيتقرر، غير أنهم والمعلومات المؤكدة لديهم أن يوسف الشاهد تقرر رسميا دخول معترك الانتخابات الرئاسية، وهو ما يقلقهم كما سبق وقلت. وربما أعتقد أنه خلال الأيام القادمة قد نشاهد توجها جديدا يذهب حتى إلى نية هؤلاء الشركاء سحب الثقة من يوسف الشاهد ومن حكومته، وربما تكوين حكومة جديدة تضم
أطرافا محايدة لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتخابية القادمة. نعم. سيما وأن حركة مشروع تونس وأطراف أخرى. نعم. هل هذا يعني أن حركة النهضة لا تأمن جانب يوسف الشاهين؟ ليس حركة النهضة وحدها التي لا تأمن كما سبق وقلت لك منذ حين، بل كذلك حركة مشروع حزب مشروع تونس وحلفاء آخرين هم بدورهم لا يأتمنون كثيرا هذا المسار. والليلة هناك اجتماع يتم على مستواهم، وربما ننتظر بيانا سيصدر غدا بين حزب مشروع تونس وشق الحمام ما يسمى بشق الحمامات في نداء تونس والذي ترأسه الآن سلمى اللومي، ربما لإصدار موقف موحد من هذا القرار. تسألني ماذا سيحدث خلال الأيام القادمة؟ أجيبك أنا من السيناريوهات المحتملة أن تتكون كتلة جديدة برلمانية تضم أعضاء نواب من حركة مشروع تونس ومن كتلة شق الحمامات وربما من أطراف أخرى، سيصبحون نوعا ما أغلبية، وهذه الأغلبية ستتحالف مع حركة النهضة لتشكل الرقم المطلوب ألا وهو 108، وربما العديد من أطراف المعارضة ستنضم إليهم لسبب بسيط وهو أنهم يرفضون رفضا قطعيا أن يكون يوسف الشاهد مرشحا للرئاسية ورئيسا للحزب وفي نفس الوقت رئيسا للحكومة، وبالتالي فإن إسقاط الحكومة يبقى وارد جدا خلال المدة القريبة القادمة، وربما يتم الاتفاق على شخصية وطنية مستقلة ومحايدة لقيادة البلاد خلال المدة القادمة، هذا إذا لم يقدم نعم. يوسف الشاهد استقالته من الحكومة. نعم. على ذكر هذه الاحتمالات نخصصها بالخصوص في شخص يوسف الشاهد، ما هو الأفضل له وما هو السيناريو المطروح أكثر، أن يهدد علاقته مع حلفائه أم ينسف حلمه الرئاسي؟ دعني أقول أن يوسف الشاهد وفق الاتفاق السابق مع حركة النهضة هو أن يظل في رئاسة الحكومة وحتى بعد الانتخابات القادمة فسيظل في قيادة الحكومة، لكن يبدو أن يوسف الشاهد قدر جيدا مقدرات حزبه نداء تونس واقتنع أنه لن يكون حزبا أغلبي خلال المدة القادمة، وبالتالي شك في أن ترى هذه الوعود طريقها إلى التنفيذ، لذلك اختار أن يسلك مسلك الانتخابات الرئاسية. شكرا للأستاذ حافظ الغربي المحلل السياسي، كان معنا من تونس ونعتذر عن انقطاع الاتصال به. تعد محافظة صفاقس في وسط شرقي تونس واحدة من أكثر مناطق البلاد تلوثا بسبب الأنشطة الصناعية فيها.